فكان الدين مطبقا في ذات جابر وفي شخص جابر وفي أفعال جابر رضي الله تعالى عنه ورسوله. يقول ما عندي درهم ولا دينار، يقول جابر ما عندي درهم ولا دينار وما علي دين لأحد. يقول سألت ربي ثلاث أشياء فأعطانيهن. إيش طلب جابر؟ ما هي الدعوات اللي دعاها جابر؟ يقول سألت الله زوجة مؤمنة، واحد، وراحلة صالحة، اثنان، وقوتا كفافا يوما بيوم، اليوم باكر ورا باكر مش زيادة، فأعطانيها. فعاش جابر، جابر عاش فقيرا، ما عاش من ذوي الأموال الطائلة أبدا، كان عاش فقيرا. يشوف عن عالة كذا، عال قديمة أكل الدهر عليها وشرب وتمضمض واستنشق، وتشوف عليه يقول شوف ذي النعال، ذي يقول هذه النعال والله إنها لخير من عمري كله إلا يكو خيرا قدمته. يقول عمري كله ما من فائدة البر إلا ما قدمته في عمري هذا من الخير فقط.